طبعا احنا كنابكو او الشركه الوطنيه لصناعه الالمنيوم والبروفيلات وهي احدى الشركات التابعه للشركه العربيه الفلسطينيه للاستثمار ابيك، عندنا سياسه واضحه لتمكين المراه. هذه السياسه هدفها ليس فقط تمكين المراه في مكان العمل ولكن ايضا في المجتمع. شركه نابكو هي اصلا شركه لا تفرق في التوظيف بين الرجل والمراه، فتحنا المجال للتجربه في خط انتاج للمراه لتكون كما الرجل ليس فقط في اماكن العمل التقليديه والاداريه وانما ايضا في اماكن عمل متعلقة بالصناعة. بنفتخر انه في عام 2021 اسسنا هاي التجربة المختلفة في قطاع الألمنيوم، واستقطبنا ما يقارب 6 نساء عاملات اليوم بيعملوا داخل هاي الخطوط أعمال تصنيع. فاليوم احنا بنعتبرها تجربة ناجحة جدا في نابكو، زادت كمية إنتاج هذا الخط بشكل منتظم، في عنا مبادرات كتير جديدة، نظرة مستقبلية لدمج المرأة أكثر وتمكينها من العمل في مختلف القطاعات. أثر علي كثير الشغلات، يعني مثلاً قوة شخصيتي، خلاني أتعرف على ناس موجودين معي في الشغل، ساعدني أن أنا أصرف على حالي وأساعد أهلي شوي بالمصروف. أنا بحب أحكي للنساء بشكل عام وللسيدات بشكل خاص، الأمهات أو كانوا عزبوات، إنهم لو بيخرجوا يشتغلوا مش عيب، لأنه كل الناس بتشتغل، العيب إن إحنا نكون عالي على المجتمع. كوني اني اشتغلت بمصنع انه اثرت كثير على شخصيتي صراحه، صار عندي قوه شخصيه وصرت قادره اني امن مستقبل خاص في انا كفتاه كطالبه جامعيه. والله انا بحس حالي قدوه لاولادي، لابناء مجتمعي انا، لبناتي، لبنات فلسطين.